لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. باغي نديرها جابادور، ولكن وليت غادي نديرها بحال هاد الخدمة هادي، ندير لها كول بنصكم جوج صدايف، ثلاثة جوج صدايف والصدفة ديال الكول، واخا ديال الكل راه ما كتسدش كتبقى هكا. غادي نديرو ان شاء الله بحال هاد الخدمة هادي، انتما ردوا البال. انا غير غادي نديرها سامبل، نديرو شي وحدة بحال هكا نيت فيها جوج اللوان. راه عندي في الخدمة، زعما كاينة عندي في الخدمة. قلنا عندنا في القياس 46 زائد 10 هي 56، عندي ديال الصدر وعندنا في الكتاف 45، وعندنا في الطول 76، وعندنا في الكول 40. ناخدو واحد السطر هنا، هنا غادي نخدمو بالربع، يعني هنا بحال الا غادي يكون الثوب مزدي خلاص، راه ملي غادي نسالي راه غادي نفصلها قدامكم بنفس الباترون ديالها. من هنا غادي نبدا الخدمة ديالي، غادي ناخد الطول هو الاول، الطول عندي 76، ستة وسبعين هي 78. هنا زدنا جوج سنتيم، جوج سنتيم راه ما كافياش، كاين الخياطة وكاين الرولاج، جوج سنتيم راه ما كافياش، ولكن غنزيدوها من جهة أخرى. ثمانية وسبعين عندي في الكول 40، 40 مقسومة على 6 كتعطيني 6.6 سنتيم دالميلي، وكندخل بها من هنا. هذا الحرذات ديال حرذات العنق، وهنا كنزل هنا 6.5 ميلي، 6 ميلي. كنقص من هادي، من هاد 6 هادي كنقص منها ثلث، يعني مقسومة على 3 كتعطيني 2 شوية. هاد الجوج هادي كنطلع بها هنايا، كنقصها من الفوق، يعني كنزل هنا غير بربعة أو 4.5. من هنا كندور حرذات العنق، هي راه كتبان صغيرة ولكن راه غادي تشوفوها في الآخر. عندي في الكتاف 45 مقسومة على 2، 22.5. هنا ما كنجيش السنتيم د الخياطة، الكتاف كنزل بثلاثة سنتيم ونص، من 3 حتى 4، ها 3.5.
22.5 كانت الطبيعة شوية. ميل الكتف عندي في الصدر 56 مقسومة على جوج 28 زائد سنتيم الخياطة هي 29 كنديرها لتحت هنا في الكتف باش نحسب التركيز ديالي غادي نطلع من هنايا جوج سنتيم ها جوج من هنا غادي نحسب التركيز عندي التركيز ديالي عندي 26 نجيبها هنا هنا في وسط لكم كندخل سنتيم كان إيفازي واحد شوية بزاف كاع غير واحد سنتيم اللي دخلت هنايا في الوسط وهنا غادي نخلي الفتحة غادي نخلي واحد 14 سنتيم ونخلي هنا واحد 2 سنتيم دابا غادي نقطعو الظهر نطراسيو الظهر هذا الحد ديال الظهر لان هنا فاش نبغيو نفصلو في التوب غادي يكون مطوي وما يكونش مقطع هنا نجيبها مقادة مع هذا الخط هذا هنا غادي يكون القطيع وهنا كنخلي واحد القيمة ديال 6 سنتيم ولا 7 كنجي هنا كنطلع 6 سنتيم ستة هنا وستة هنا هنا هذا الخط هذا هذا القنت هذا
هاد الخيط هذا كندخل عليه، كندخل هنايا سنتي، كندخل هنا سنتي، وكنعبر هاد الشي اللي عندي هنا في الكتف 16.5، كنديرها هنا هنا راني دخلت سنتيم، هنا السنتيم اللي دخلت هنا، السنتيم اللي دخلت هنا، من هنا كيدوز القطع ديال الدار، من هنا نلاقي هادي، نلاقي هاد النقطة هادي مع هاد، مع هاد الخط هذا. غادي نقطع عاد نرجع لهذا، لهذا الكول هذا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذا هذا غادي تزدى مع هذا، يعني غادي تحيد سنتيم من هنا وسنتيم من هنا، وغادي تولي هنايا، يولي داخل هنايا بجوج سنتيم، هذا جاي لعند هذا، دخل جوج سنتيم، هذا هو الوسط. أو نطلع هنايا بجوج سنتيم، كتولي هنا أربعة وهنا أربعة، باش كيولي لعند هذا. هذا كندير له الزاوية قائمة، وكننزل هنايا سنتيم، هذا هو الحد ديال حردات العنق، غير هاد الشي اللي نقص هنا كنزيدوه هنا باش كيرجع لعندو. هذا كيولي يتشد مع هذا، وهذا هو الوسط ديال ديالكم اللي كنعبروا التركيز ديالنا، ها هي 26، وهنا هذا نزديوه بفنيته، غادي نعبرو الكول من الراس للراس، ها هي 20، يعني الكول ديالي فيه 40.
سلو لكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.